السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنحضر مع بعض سبانخ. عندي هنا سبانخ وطماطم وكزبرة وبصل. هجيب كده السبانخ واشيل الجزء اللي فوق ده، بعد كده هقطعها هتبقى بالشكل دوت. هجيب بولة هنا فيها مية هحط فيها السبانخ، هغسلها كويس قوي. انا بغسلها بطريقة المصفى، اغسل واحط في المصفى اصفيها واغير المية اكتر من مرة. الطريقة دي بتبقى طبعا بتخليها نظيفة وبتتطهر. هنا عندي حزمة الكزبرة، بشيل برضو الجزء الأولاني ده اللي فوق، بعد كده بقطعها بالشكل ده. هغسلها برضو بنفس الطريقة، السبانخ من الأكلات الشتوية الجميلة اللي هي بتبقى حلوة في الشتاء وبتبقى جميلة وطعمها حلو ومغذية وخفيفة في نفس الوقت في أكلها. هي بس متعبة في الغسيل بتاعها عشان لازم تبقى تتغسل كتير قوي، بس جربي الطريقة دي حلوة قوي. ان انتي بتحطيها في البولة كده في المية وبتغسليها وبعد كده تصفيها وبعد كده بتغسليها اكتر من مرة. اخر مرحلة بتحطيها بقى في مية بخل تنقعيها شوية. هنا عندي السمنة على النار، وبعد كده هحط البصلة هحمرها شوية، وبعد كده هجيب التوم مع الكزبرة ومع البهارات هفرمها في الكبة. البهارات عندي كزبرة وبابريكا وكمون وبصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود وملح. البصلة هنا عندي اتحمرت، هنزل كده بالصلصة وهنزل بالسبانخ، بعد كده هغطيها اسيبها كده وتنزل ميتها. هاخد نص التوم المفروم هحطه على السبانخ، وبعد كده هحمر النص التاني. بعد كده هنزل كده بمعلقة شوربة كنت سلقة لحمة، وهاخد شوية شوربة كده عشان تسوي السبانخ، هي مش بتاخد سوا طبعا. بعد كده هنزل كده بالطشة بتاعتها، وكده خلاص جاهزة معايا السبانخ اهي. وعملت جنبها رز أبيض ولحمة بشوربة، أكلة جميلة ويا رب تكون عجبتكم.